السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلابنا الأعزاء. هنتكلم النهاردة عن إزاي إن إحنا نعمل solving the system of equation. solving يعني إزاي نحل مجموعة من المعادلات باستخدام الـ inverse matrix. يبقى إحنا هنحل مجموعة من المعادلات solving the system of equation. وسيستم ليه؟ لأن هي مرتبطة ببعضها، يعني المعادلات اللي عندنا هي معادلات مرتبطة ببعض، زي البيع والشراء والفوائد مرتبطين ببعض في منتج معين. فازاي ان احنا نحل مجموعة المعادلات دي؟ بس هنستخدم المرة دي الـ inverse matrix. مبدئيا اتكلمنا المرة اللي فاتت، لو عندنا معادلة بالشكل ده 5x ناقص 4y equal 8، وx او 1x، يعني لما اكتب x او 1x هي بس مش لوجيكال ان انا اكتب لك 1x، بس كاتبينها هنا عشان تبقى ايه فاميليار بيها. x زائد 2y equal 6. ده كده سيستم of linear A، linear system، ممكن ان انا اكتبه في شكل ماتريكس. ازاي ان احنا بقى نقدر نكتبه في شكل ماتريكس؟ اول حاجة اخد الكوفيشنت اوف x، معاملات الx، اكتبها تحت بعض 5 و 1، والكوفيشنت اوف y تحت بعض نيجاتيف 4 و 2، والx والy نكتبها هنا في فيكتور او في فاريبل ماتريكس equal A to 6 اهو. يبقى انا كده كتبت ده السيستم بتاعي ده في شكل AX equal B. ادي A وده X اللي هو الايه الفاريبل ماتريكس equal B اللي هي الايه 8 و 6. يبقى اول ماتريكس دي اسمها الكوفيشنت ماتريكس، والثانيه اسمها الفاريبل ماتريكس، والثالثه اسمها الكونستانت ماتريكس. الهدف دلوقتي بتاعنا ان احنا ازاي نوجد X و Y. طبعا في كذا طريقه ممكن ان احنا نوجد بيها X و Y، انما النهارده هنركز بس على الانفرس ماتريكس، ازاي ان انا استخدم الانفرس ماتريكس دي في ان انا اوجد الايه الاكس والواي. يبقى كده المفروض ان انا يبقى عندي سيستم اوف ايكويشنز مكون من 2 فاريبلز 3 فاريبل، المفروض بيبقى مكتوبه بالشكل ده، او ان انت هتوجد المعادلات بتاعتها حسب البروبلم. ممكن تكون ديسكريبتيف بروبلم فانت تطلع منها المعادلات بتاعتها، وبعدين بنكتب المعادله بتاعتنا في شكل اي اكس ايكوال بي. اجيب الـ A واجيب الـ X لوحدها اللي هي الـ unknown، وبعد كده اجيب الـ B. تعال نشوف لو انا بحل دلوقتي بقى عشان احل system of linear equation باستخدام الـ inverse matrix. رقم واحد اتفقنا ان احنا لازم الاول نوجد الشكل بتاعنا AX equal B. يبقى انا كده اول حاجة عندي هوجد AX equal B، وبعد ما اوجد AX equal B المفروض ان احنا بقى يا ترى الطريقه بتاعتنا هتبقى عامله ازاي. يبقى دي رقم واحد، نوجد الماتريكس في شكل الفورم AX equal B. طبعا الـ A مثلا لو بصيت هنا على system of equations اللي قدامي ده A1 X1 A2 X2 وهكذا. coefficient بتاعت X هي A1 A2، coefficient الـ Y B1 B2. يبقى كده A1 A2 B1 B2 دي تمثل بالنسبه لي الايه الكوفيشنت ماتريكس. طيب اللي بعديها اكس واي، يبقى اكس واي هي تمثل ايه الفاريبل فيكتور او الفاريبل ماتريكس، سي 1 وسي 2 هي تمثل الكونستانت ايه ماتريكس. يبقى انا كده حطيت الماتريكس بتاعتي في الشكل اللي ايه اللي مطلوب ان انا اوصل له. اول حاجه كخطوات اوجد رقم واحد الشكل بتاعي اكس ايكوال بي، رقم اتنين اجيب الاي كوفيشنت بتاعت الاكس والكوفيشنت بتاعت الواي، رقم 3 اجيب الفاريبل ماتريكس، رقم 4 اوجد الماتريكس بي اللي هي الكونستانت فاريبل اللي هي بتساوي سي 1 وسي 2. تعال نشوف كده مثال. بعد ما وجدت دلوقتي الماتريكس اي والاي والاكس والواي والسي 1 والسي 2، الهدف بقى خطوات هنحلها. اول حاجه احنا كان عندنا اي اكس ايكوال بي، دلوقتي بقى عاوزين نودي الاي ده الجنب التاني، وعشان نودي الـ A هنضرب فيه A minus 1 في الـ A، يعني كأن احنا ضربنا من الـ left hand side هنضرب الطرفين في A minus 1، يبقى A minus 1 في A و A minus 1 في B. طب ما الـ A minus 1 في الـ A كأن احنا بنضرب X في 1 على X هتساوي 1، بس ماتريكس في الـ inverse matrix بتساوي الـ I، و I في X هي الـ X. يبقى انا هستنتج في الآخر ان انا عندي المعادلة دي هي دي السوليوشن بتاعي. يبقى ان احنا نوجد، يبقى الاكس هتساوي ان انا جبت الاي، اجيب لها بقى الاي ماينس 1 وبعدين اضربها في البي. لو جبت الاي ماينس 1 وضربتها في البي يبقى احنا كده دي طريقه الحل باستخدام الانفرس ماتريكس. تاني
بعد ما جبنا a و x equal b، اوجد ال a minus 1 واضربه فين؟ في ال b. خلي بالك ال a minus 1 من الليفت، يعني ما ينفعش اقول b في a minus 1، لازم a minus 1 في ال b. سؤال بقى، طب افرض ان انا حبيت في الكوفيشنت ماتريكس جيت اجيب لها ال a minus 1 ما لقيتلهاش انفرس. يعني تعالى كده نشوف كده الجمله دي، لو ال a minus 1 الانفرس ماتريكس not have an inverse، ما كانش ليها انفرس، يا ترى هنتصرف ازاي طالما هي ملهاش انفرس؟ في الحاله دي يبقى السيستم بتاع من الايكويشنز اللي انا مديها لك ما تنفعش تتحل، يعني مدي حاطين اي كلام ما ينفعش يتحل. يبقى في الحاله دي هنقول له السيستم has no solution. يبقى ايه هنقول في الحاله دي؟ السيستم has no solution. تمام، نأكد كده على كلمة no solution. طيب الخطوة اللي بعد كده، طب ايه رأيك لو عندنا system بالشكل ده؟ يلا نبدأ نحل. solve the given system of equation using the inverse matrix. ركز على الكلام ده، باستخدام ايه؟ باستخدام the inverse matrix. ممكن اقول لك استخدام جاوس elimination، ممكن اقول لك باستخدام اي طريقة تانية، لكن احنا هنا عاوزين باستخدام كرامرز رول، انما احنا عاوزين هنا باستخدام الـ inverse matrix. فاقول له ايه هي system of equations بتاعتي؟ فبقول لك هنا 2x زائد 8y بتساوي 5، or 4x زائد 11y equal 7. رقم واحد هنوجد الـ coefficient matrix 3 4 8 11 والmatrix b 5 و7 اللي هي الـ constant matrix وبعدين الـ variable. يبقى لو جينا نشوف الشكل ده ونوضبه، يبقى اول حاجة عندنا هنوجد طبعا الشكل بتاع ax equal b، يبقى دي الايه 3 و8 وده الاكس الفاريبل والبي اللي هي الكونستانت 5 و7، وكتبنا الشكل بتاعنا في الصوره دي. بمجرد ان انا كتبت دي يبقى هي دي الماتريكس ايه اللي انا نفسي اجيب لها مين باستخدام الانفرس؟ اجيب لها الاي ماينس 1. طب ما يلا نروح نحسب بقى الاي ماينس 1 للايه للماتريكس دي اللي هي 3 8 4 11. طبعا دي بالنسبه لنا ماتريكس 2 باي 2، وطالما 2 باي 2 يبقى كانت الطريقه بتاعت الاي ماينس 1 في الليكشر اللي فات، بنضرب بنحسب الاول الديترمينانت بتاعها 3 في 11 ناقص 4 باي 8، يعني 3 في 11 ب 33 ناقص 4 باي 8 اللي هي 48، يبقى 33 ناقص 4 48 صح؟ تطلع بكام؟ بنيجاتيف 15. يبقى كده الديترمينانت ده بنيجاتيف 15، كنا بنبدل نقسم على نيجاتيف 15 كل رقم ونبدل الاثنين دول مع بعض، وال 8 وال 4 ياخدوا اشارات نيجاتيف. يبقى معنى كده اقدر ان انا اقول ان الـ a minus 1 هنا هتساوي 1 على determinant 3 في 11 ناقص 8 في 4. انا كنت قلت 3 في 11 ناقص 8 في 4 هو الفرق بينهم ب 15، لا هو الفرق بينهم بنيجاتيف 1 لان ده 33 ناقص 32 يعني ب 1، يبقى 1 على 1، ودي صدفة طبعا من الارقام السهلة. طب الـ a minus 1 قلنا هنبدل الـ 3 والـ 11 بتبقى ايه 11 و 3، وال 8 وال 4 ياخدوا اشارات نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 8 ونيجاتيف 4، ونقسم على ديترمينانت، يبقى ده هو ده بالنسبه لي الـ a minus 1. يبقى انا كده عرفت اجيب مين الـ a minus 1، يبقى تمام، يبقى انا كده اول خطوه عندي حسبت الـ a minus 1. بعد ما احسب الـ a minus 1 خلاص وجبنا الماتريكس بتاعته، يبقى كده اقدر اكمل. يبقى انا محتاج بعد كده اضرب الـ a minus 1 في مين؟ في الـ b اهو. لو جبت كده ده وحطيت هنا بالنسبه لي الـ a minus 1، ادي الـ a minus 1 في الـ b. لو ضربت الـ a minus 1 في الـ b هتساوي مين؟ x في y. طبعا انا حطيت لك هنا a minus 1 في الـ a اللي هو طبيعي، ده الـ a minus 1 وده الـ a، لما تضربهم في بعض يطلع لنا ماتريكس مين؟ اللي هي الماتريكس الـ identity matrix 2 by 2، والـ identity matrix لو ضربت في x و y هتطلع برضو x و y. يبقى في الحالة دي انا محتاج اضرب الـ a الماتريكس الـ a minus 1 في الـ vector ده، هو ده اللي يهمني في السوليوشن. طبعا واحنا بنضرب ال 11 في ال 5 ناقص ال 8 في ال 7، واحط الرقم بتاعي هنا في الاول، واضرب بعد كده ناقص 4 في 5 و 3 في 7، واحط الرقم الثاني هنا يطلع لنا الاجابه نيجاتيف 1 و 1. يبقى ده يمثل بالنسبه لي الايه؟ السوليوشن بتاعي. يبقى انا كده قدرت ان انا اجيب الايه؟ السوليوشن بتاع المساله بتاعتي. يبقى السوليوشن هيطلع نيجاتيف 1 و 1، الاول هو الاكس والثاني هو الواي. يبقى تاني
جبت الـ A ماينس 1 للماتريكس A اللي عندي، طبعا هي 2 باي 2 فبنجيبها على طول باستخدام ان احنا نبدل العنصرين اللي على الدياجونال ونضرب العنصرين التانيين في نيجاتيف 1، وبعدين نقسم على ديترمينانت اللي هو الاي دي، الاي في الدي ناقص البي في السي، فيطلع لنا الفرق بينهم كان ب 1، لان انا في الايه في السلايد اللي فاتت قلت لك ب 15، انما هو طبعا هيطلع ب 1. في الحاله دي يبقى الاي ماينس 1 هيطلع بالايه بالشكل ده، يبقى على طول اضرب الاي ماينس 1 في الماتريكس مين في البي اللي هي 5 و7، نضربهم في بعض ضرب عادي يطلع لنا النيجاتيف 1 1، يبقى هو ده السوليوشن بتاعنا. بس يبقى احنا كده عملنا السوليوشن ده على ماتريكس 2 باي 2. طب ما تيجي نزود شويه ونشوف ماتريكس اكبر شويه. لو عندنا الماتريكس بقى 3 باي 3، ادي 5 اكس زائد 15 واي، طبعا دي الرول بتاعتنا ان الاكس هتساوي a ماينس 1 في مين؟ في b باستخدام الانفرس ميثود. السيستم اوف ايكويشن اللي قدامي ده بقول لك فيه اذا عرفت ان 5 اكس زائد 15 واي زائد 5 56 زد تساوي 35، نيجاتيف 4 اكس نيجاتيف 11 واي نيجاتيف 41 زد تساوي كذا. مجموعه معادلات ايه؟ بس المره دي مش 2 باي 2، مش اكس وواي، دي بقت فيها اكس وواي وزي، في الثلاثه موجودين. يا ترى في الحاله دي هنتصرف ازاي؟ محتاجين نطلع ماتريكس A وماتريكس B. طب تعالى نشوف ماتريكس A. عشان اجيب ماتريكس A اكتب الايكويشن بتاعتي الاول اللي هي الماتريكس A، اهي الكوفيشنت بتاعت x تحت بعض، كوفيشنت الواي تحت بعض، كوفيشنت z تحت بعض، وبعد كده الفاريبل ماتريكس الاكس واي وزي، وبعد كده الكونستانت ايه فاري الكونستانت بعد كده عندي ماتريكس اللي هي 35 ونيجاتيف 26 ونيجاتيف 7 اللي هم الارقام اللي احنا حاطينها. طب انا كده حطيت الايه ماتريكس في الشكل بتاعي اللي هو ايه، جبت ماتريكس ايه وجبت الماتريكس مين والماتريكس بي، يلا بقى نبدا نجيب الاي ماينس 1. طب هجيب الاي ماينس 1 باني طريقه؟ كل الطرق تنفع اجيب بيها الاي ماينس 1. عاوز تجيبها بالادجوينت ماتريكس تمام، عاوز تجيبها بالانفرس ماتريكس اللي هي بتاعت الايدنتيتي ماتريكس برضه صح. الاسهل لك اعملها، انا هنا هطبق في الجزء ده على الايدنتيتي ماتريكس لان دايما حساباتها بتلخبط والناس كلها ايه بتحب انها تشتغل بيها. فاقول له اول حاجه هحط الماتريكس بتاعتي ايه؟ اهي اللي هي ارقامها 5 و15 و56 اهي، ونيجاتيف 1 نيجاتيف 3 نيجاتيف 11، واحط جنبيها خط كده واقول له ده الايه؟ هحط بقى بعد كده الايدنتيتي ماتريكس. يبقى بعد ما حطيت الخط اهو في النص عشان يبقى باين احسن حد يفتكر رقم 1، حطيت الخط اهو اقول له ادي الايدنتيتي ماتريكس. يعني ابدا اول حاجه اقول له طيب انا دلوقتي محتاج ان انا نبدا نعمل بقى العمليات على الصفوف. اول حاجه احنا محتاجين نبدا بالرقم ده، الرقم ده بالنسبه لنا نفسنا يكون بكام؟ ب 1. عشان يبقى الرقم ده ب 1 ال 5 ده يبقى ب 1، يبقى احنا محتاجين الاول ايه رايكم نقسم الصف كله على 5. احنا بنشتغل بالصف كله، عشان اعمل عمليه على الرقم ده يبقى لازم اعملها على نفس الرو كله. يبقى ايه رايكم لو قسمت الرو ده كله على نمبر 5؟ يبقى اول خطوه هنعملها ان احنا نديفايد الرو على 5 او نمالتبلاي رو 1، نقسم الصف الاول كله على نضربه في 1 اوفر 5 او نقسمه على 5 نفس المينينج. في الحاله دي يبقى الشكل بتاعنا ايه؟ هيبقى كده، ده هيبقى بدل ال 5 هتبقى 1، ال 15 هتبقى 3، ال 56 هتبقى 56 اوفر 5. طب ما نكمل، ال 1 هتبقى 1 اوفر 5 0 0، وبقيه الصفوف زي ما هي. طيب احنا كده ظبطنا بالظبط الصف الاول كله، الصف الاول ده كده ظبطت اول رقم فيه بانه يبدا برقم 1، وبقيه الارقام قسمت الصف كله على 5، فكده الصف الاول بالنسبه لي اتظبط. نفسي بقى الصف الاول ده اول رقم فيه كام؟ نمبر 5. نمبر 5 دي نفسي يبقى اللي تحتها على طول كلهم بكام؟ بزيرو. يعني بدل النيجاتيف 4 والنيجاتيف 1 نفسي تحت ال 1 يبقى فيه زيرو. في الحاله دي عشان يبقى ده زيرو، تعالى نبدا بالنيجاتيف 4. امتى النيجاتيف 4 دي تبقى بزيرو؟ طبعا عمليات ما بين الواحد والنيجاتيف 4. لو ضربنا الواحد ده في 4 وجمعته على ده يبقى 1 في 4 في 4، 4 ونيجاتيف 4 بزيرو. يبقى امتى ده يبقى بزيرو؟ يبقى لو عملت مالتبلاي للفيرست ايه؟ للفيرست رو باي 4 وعملت له ادنج تو رو 2 ورحت جمعه على مين؟ على الصف الثاني ده.
يبقى لو ضربت في 4 وجمعت على الصف التاني يبقى احنا كده اول ما هنضرب الصف التاني، الصف اللي هو الاول هنضربه باي 4 ونجمعه على الصف التاني، يبقى على طول ده هيبقى 4 ونيجاتيف 4 هيبقى بزيرو، و4 باي 3 12، 12 ونيجاتيف 11 تبقى ب1. بقية العناصر اكملها يطلع لنا بقية الارقام 0 19 اوفر 5 4 اوفر 5 و1 وايه و0. يبقى احنا كده ظبطنا الصف الايه التاني تحت الرقم 1 ان هو يبقى بكام؟ بزيرو. طيب ندخل على الخطوه اللي بعديها، ده نيجاتيف 1 نفسنا يبقى النيجاتيف 1 بكام؟ بزيرو. وعشان تبقى نيجاتيف 1 بزيرو ليه؟ لان احنا كل ده احنا مركزين هنا في الشغل على ايه؟ الصف الاول العمود الاول، نفسنا الرقم اللي تحتيه كله سواء الرقم ده بزيرو والرقم كمان اللي تحتيه يبقى بكام؟ بزيرو. طب ده 1 وده نيجاتيف 1، ازاي يبقى ده بزيرو؟ يبقى لو جمعت رو 1 مع رو 3، رو 1 ورو 3 لو جمعناهم مع بعض يطلع لنا هنا ان رو 1 لما نجمعه مع رو 3 يبقى 1 ونيجاتيف 1 تبقى بزيرو، بقيه الارقام هيبقى 0 1 اوفر 5 1 اوفر 5 0 1. يبقى انا كده ظبطت الايه؟ الصف العمود الاول كله تمام مظبوط 1 0 0. ندخل بعد كده على الجزء الثاني، مين؟ عناصر الدياجونال. مين هنا عناصر الدياجونال؟ الصف الثاني العمود الثاني اللي هو نمبر 1، صدفة ان هو مظبوط نمبر 1. وطالما هو نمبر 1 نفسي اللي فوقيه بزيرو واللي تحتيه بزيرو، اللي تحتيه بصفر متوفره هنا. كويس، مش هعمل حاجه على الصف الثالث في الحاله دي. لكن الصف الاول ده 3 يبقى نفسي رقم ده يتضرب في نيجاتيف 3 واعمل له ايه؟ واعمل له اديشن. يبقى انا دلوقتي الخطوه اللي عليها الدور ان انا اجمع الصف، اضرب الصف الثاني باي نيجاتيف 3 واعمل له ادنج على رو 1. لو ضربت ده في نيجاتيف 3 وجمعته على رو 1 يبقى نيجاتيف 3 و3 هتبقى بزيرو. نيجاتيف 3 باي 19 اوفر 5 زائد 56 اوفر 5، نشوف النواتج بتاعتها ونحسب الماتريكس الجديده بتاعتنا، يبقى ده هيبقى الايه؟ الماتريكس الثانيه. بكده احنا وصلنا ان الكولوم الاول مظبوط عندنا والكولوم الثاني هو الكمان اتظبط بقى 0 1 0. نبدا ندخل بعد كده على مين؟ على الدياجونال نفس الدياجونال بس ثالث عنصر اللي هو 1 اوفر 5. نفسنا ال 1 اوفر 5 دي تبقى اللي فوقيها ما فيش تحتيها حاجه، يبقى اللي فوقيها بكام؟ بزيرو. بس ال 1 اوفر 5 ودي 19 اوفر 5، يبقى لو ضربت ال 1 اوفر 5 في نيجاتيف 19 ما هي دي المالتيبيكيشن فاكتور بتاعتها نيجاتيف 19. او ايه رايك نخلي ده ب 1 على طول، نقسم الاول عليه قبل ما نضرب في نيجاتيف 19، نخلي الرو ده كله اصلا الرقم ده بكام؟ ب 1. تعالى نشوف لو خلينا ده ب 1 يبقى ده قسمنا الرو كله، يبقى نعمل ملتبلاي الرو يا اما نضربه في 5 يا اما نقسمه على 1 اوفر 5. في الحاله دي يبقى احنا كده ظبطنا مين؟ الرقم ده بقى ب 1 مظبوط. وبعد ما ظبطت الرقم ده اقدر كمان الكولوم ده كمان كنا ظبطناه في الخطوه اللي فاتت، يبقى احنا كده هنبدا نعمل بقى العمود الايه؟ التالت. نضرب ال 1 دلوقتي في نيجاتيف 19 اوفر 5، يبقى احنا كده خلينا ده بكام؟ هنخلي ده بزيرو ونكمل بقيه العناصر. طب ما بالمره بقى قبل ما نكمل، مش ده كان 1 اوفر 5 وده نيجاتيف 1 اوفر 5؟ طب ما احنا لو كنا عملنا اديشن لده وده على طول في الخطوه دي كان ده هيبقى بكام؟ 1 اوفر 5 ونيجاتيف 1 اوفر 5 ده كان هيبقى بزيرو. 1 اوفر 5 ونيجاتيف 11 اوفر 5 يبقى بنيجاتيف 10 اوفر 5 يعني بنيجاتيف 2، وده هيفضل نيجاتيف 3 وده بزيرو. يبقى انا ممكن اعمل الصف ده على طول اديشن مع التالت مع الاول، اديشن التالت مع الاول يبقى هخلي دي بزيرو، يبقى انا ظبطت ده. ولو ضربت الرو ده اللي هو بقى الجديد بتاعنا ب 1 لو ضربته في 19 اوفر 5 بالنيجاتيف وجمعته يبقى نوصل للايه؟ للشكل بتاعنا ده. يبقى احنا كده وصلنا لان الماتريكس بتاعتنا هنا بقت اي وهنا بقت مين؟ الاي ماينس 1. يبقى انا كده اهم حاجه جبت الاي ماينس 1. طب اعمل ايه بقى الاي ماينس 1؟ الاي ماينس 1 ندخل بقى بعد كده في ازاي نوجد اللي خلاص جبنا الانفرس ماتريكس، يبقى ازاي نوجد السوليوشن. يبقى انا كده بقى عندي الاي ماينس 1 وكان عندي عارف ان الاكس في الواي بتساوي الاي ماينس 1 في البي، اقول له خلاص ادي الاي ماينس 1 وادي البي في المساله بتاعتنا، نضربهم في بعض ونشوف الناتج يطلع بكام. امال مين دول؟ ده الاي ماينس 1 وده الاي، لو ضربناهم في بعض احنا بناكد ان اللي هيطلع لنا هي الماتريكس الايدنتيتي ماتريكس، يعني النواتج بتاعتنا طالعه صح. نحسب الاي ماينس 1 في البي يطلع لنا السوليوشن بتاعنا a minus 1 في البي يبقى negative 2 by 35 negative 3 by negative 26 و1 by negative 7 ونجمعهم يطلعوا بكام؟
1 الصف الثاني negative 3 by 35 1 by negative 26 negative 19 multiplied by negative 7 ونجمعهم يطلعوا 2 وبعد كده الكولوم الثالث هيطلع ب 0 يعني معنى كده ان السوليوشن بتاعنا xyz هتساوي 1 2 0 يبقى احنا كده وجدنا الايه وجدنا السوليوشن بتاعنا يبقى احنا كده الخطوه بتاعتنا بدات هنا في المساله دي من اول حاجه ان انا اديك السيستم اوف ايكويشن رقم 2 هتروح تحط الماتريكس السيستم اوف ايكويشن في شكل ايه في x equal b الخطوه الاولانيه ان انا امسك ماتريكس ايه 5 15 56 باستخدام اي طريقه باستخدام الكوفاكتورز ميثود باستخدام الانفرس ميثود اللي هي الايدنتي ماتريكس في الانفرس امسكها واجيب ليها مين ال a minus 1 جبت ال a minus 1 خلاص اروح ضارب ال a minus 1 في ال b اطلع منها السوليوشن بتاعنا يبقى احنا كده حلينا السيستم اوف ايكويشن هل ممكن ان انت بقى تستخدم ده مثال اهو قدامك تستخدم الايه النتائج اللي انت عملتها دي في انك تكونفيرم ان فعلا لو في سيستم اوف ايكويشن بالشكل ده تطلع له a وb وبعد كده توجد السوليوشن a minus 1 في ال b وتوجد ال a minus 1 وتضربها في ال b تطلع السوليوشن بتاعك ده حاول ان انت بقى تعمل دي ات هوم كده وترفعها ان شاء الله يوم الحد الجاي هبعت لك لينك مع المحاضره ترفع عليه السوليوشن بتاع المساله دي وتاكد لي فعلا طبعا حول الورقه بتاعتك لبي دي اف وارفعها على اللينك اللي هرفقه عشان ايه يبقى ده فعلا انت حليت المساله واثبتت ان الخطوات بتاعتها ماشيه معاك كويس مثال تاني عندنا سولف برضه السيستم اوف ايكويشن x plus y plus z equal 6 2y plus 5z equal negative 4 هنا مفيش الترم اللي فيه x مش موجود اصلا 2x plus 5y negative z equal 27 سيستم اوف ايكويشن اللي قدامنا ده عاوزين نعمل له سولفنج باستخدام الانفرس ميثود الخطوات اول حاجه نكتب الايه الايكويشنز بتاعتنا في شكل مرتب بمعنى ادي السيستم اوف ايكويشن بتاعتنا كتبنا x y z في الايكويشن الاولى هنا ما كانش فيه x سبت مكانها فاضي 2y زائد 5z equal negative 4 وبعد كده 2x زائد 5z negative 7 negative z equal 27 يبقى الكوفيشنت بتاعت x 102 125 اهي 125 negative 1 وادي الايه يبقى اللي هي الكونستانت ماتريكس يبقى انا عندي الكوفيشنت ماتريكس اهي وده الايه ان الكونستانت ماتريكس يبقى اقدر اكتبهم في الشكل ده يبقى لو كتبت الشكل بتاعي اللي هو هنا الماتريكس بتاعتي 1 1 0 2 5 2 5 نيجاتيف 1 ادي اكس واي زي 6 نيجاتيف 4 27 يبقى كده انا نفسي الماتريكس دي اللي هي الاي ماتريكس طبعا عندي في شكل اي اكس ايكوال بي يبقى طالما هي في شكل اي اكس ايكوال بي يبقى بعد كده ان انا كتبتها في الفورمه دي لو قدرت ان انا اجيب الاي اجيب لها الاي ماينس 1 واضربها في البي يبقى انا كده وجدت الايه السوليوشن بتاعي تعال نشوف ازاي نجيب الانفرس ماتريكس هنا طبعا تقدر تجيبها باي طريقه سواء كانت بالايدنتيتي ماتريكس وتعمل الانفرس سواء بطريقه الكوفاكتورز المهم ان انت توجد الايه الاي ماينس 1 للماتريكس اللي قدامنا في الحاله دي هيبقى السوليوشن بتاعنا ان احنا عاوزين نوجد الاي ماينس 1 في البي وبما اني وجدت الاي ماينس 1 في البي اللي هو الانفرس ماتريكس فنقدر على طول نكتب ان الاي ماينس 1 بالشكل ده طيب ماتريكس ايه بالنسبه لي اهي بالارقام بتاعتها 1 1 1 0 2 5 2 5 نيجاتيف 1 او جدها الماينس 1 زي ما اتفقنا باي طريقه الاي ماينس 1 بتاعتها اهي وكل رقم فيهم مقسوم على نيجاتيف 21 طيب ما لو كده الاي ماينس 1 لو ضربتها في ماتريكس بي اللي هي الكونستانت ماتريكس 6 ونيجاتيف 4 و27 المفروض اللي هيطلع لنا الصف الاول في العمود الاول ونقسمه على نيجاتيف 21 يطلع ب 5 الصف الثاني في العمود ده ونجمعهم ونقسمهم على نيجاتيف 21 يطلع ب 3 وده اللي بعده يطلع بكام؟ بنيجاتيف 2 يبقى احنا كده طلعنا سوليوشن للسيستم بتاعنا وهو ان الاكس والواي والزاد بتاعتنا هتطلع بالايه؟ بالشكل يبقى احنا كده شفنا اكتر من مثال بيحل سيستم اوف ايكويشن باستخدام الانفرس ماتريكس يبقى انت دلوقتي بقى محتاج تطبق شويه وتحل وشوف اي استفسارات او اي اسئله على طول تروح باعتها في موعد المحاضره ان شاء الله يوم الاحد وإن شاء الله ربنا يوفقكم ويحفظكم إن شاء الله من أي شيء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته